السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الدافينسي ريزولف من أقوى برامج المونتاج أو العمل على الفيديوهات، يستعمله الكثير من خبراء الإنتاج والتعديل على الفيديوهات، شخصيا أيضا أستعمله. ها هو برنامج الدافينسي ريزولف. في هذا الفيديو لن أقوم بيعني دروس أو شروحات خاصة بهذا البرنامج، ولكن سأشرح مشكل يواجهه أو مشكل ربما شهير، وهو عدم اشتغال الصوت أثناء تشغيل الفيديو في التايم لاين. يعني عندما نقوم بفتح البرنامج وإضافة ملتي ميديا، يعني فيديو أو صوت، ففي الغالب لا نجد الصوت. يعني هذا المشكل يحدث في أي نسخة ويندوز، سواء 10 أو 7 أو 8، وكذلك سواء تستعمل النسخة 16 أو النسخة 17 من البرنامج، فقد تواجه هذا المشكل. شخصيا جربت ويندوز 10 كان يعمل بشكل عادي، جربت نسخة تجريبية من ويندوز 11 كان يعمل، لكن لما جربت ويندوز 11 نسخة معدلة وجدت هذا المشكل. فلا يمكن التنبؤ متى سيظهر هذا المشكل. في البداية سأشرح هذا المشكل ثم أذهب إلى شرح الحل. ها هو دافينشي ريزولف، سأقوم بفتحه. إذن هذا هو البرنامج، استعمل آخر نسخة. يعني جربت حتى النسخة التي قبلها ونفس المشكل، يعني احتاج الى الرجوع الى الويندوز 10 لو اردت التخلص من هذا المشكل، لكن بطبيعة الحال لن اخرج من الويندوز حتى اقوم باصلاح المشكل. اذا هذا هو واجهة دافينسي ريزولف. الان احتاج الى اضافة امبورت ميديا. ها هي، احتاج يعني مقدمة بسيطة للقناة. هي أقوم بإضافتها بطريقة، إما بالسحب هكذا، تقوم بسحبها مباشرة، أو تستطيع الضغط مباشرة على هنا على هذا الخيار، نعم، تحديدها ثم تضغط مباشرة، فنقوم بسحبها على التايم لاين. الآن ها هو الفيديو لكن لا يوجد أي صوت، في حين لو قمنا بتجربة ها هو المقدمة الإنتاجية، ها هي نفس المقدمة، لو ها يوجد صوت تعمل بشكل عادي، راح يوجد صوت، لكن هنا في الدافينسي لا يوجد أي صوت. فأحتاج إلى حل هذا المشكل. بطبيعة الحال وجدت العديد من الحلول في الأنترنت، منها أنك تذهب مباشرة إلى هذا الخيار، لاحظ هذا الخيار، أعيد، ثم من هنا تذهب إلى أوديو أند فيديو، ومن هنا تختار أو تقوم بتحديد جهاز الإخراج بشكل مانيال هكذا، ثم تحدد ما هو جهاز الإخراج. يعني جربت هذه الطريقة لكن لم تعمل، إذن سأعود إلى الخيار الافتراضي. جرب هذه الطريقة، قم باختيار مانيال ثم حدد جهاز العرض هكذا، نعم، left and right، ثم عمل سيف، نفس الشيء لن يعمل الفيديو. أيضا جربت خيار آخر وهو التعديل على أين هو، من خيار الصوت هنا، لاحظ من علامة الصوت هنا ذهبت، فبعض الأحيان قد لا تجد الصوت يعمل بسبب أنك ستجد البرنامج مضبوط على هذا الشكل. فهناك خيارين، A1 والبيس 1. من خيار البيس 1 قم بالضغط على هذا المكان، في هذا المكان بيس أوت بوت، اضغط على هنا واختار بيس، تظهر هذه البيس. جربت خيار آخر، التعديل على خصائص الصوت، من خصائص الصوت أو سيتينج أوديو في الويندوز. نذهب إلى الماوس، ويندوز 11 عندي نسخة، طبيعة الحال حتى الويندوز تعرفون جميعا طريقة الدخول إلى إعدادات الصوت، ونقوم بتغيير من أدفانس، نقوم باختيار هذه 16 بيت 48000 هرتز. إذن اختار هذا الخيار ثم نضغط على أبلي أو أبليكي، أوكي. بنفس الشيء بالنسبة للريكوردينج، تستطيع نفس أدفانس وتختار نفس الصيغة، تو شانل، يعني 16 بيت و 48000، نفس الشيء هذا الخيار. جربت هذه الطريقة، يعني أنا أوضح لكم هذه الطرق موجودة في الأنترنت ولكنها لن تحل المشكل. لاحظوا لو أقوم بالرجوع إلى البرنامج، قم بالضغط
أهو أقوم بالضغط لم تحل إطلاقا المشكلة. إذا ما هي الطريقة؟ سأقوم بحذف، أترك البرنامج مفتوح. إذا والآن هذه المقدمة الإنتاجية، وجدت طريقة، طبعا ربما ليست حل جذري، ولكن هي فكرة تحتاج إذا قمت ب يعني تسجيل أي فيديو سواء بال OBS أو بال أي برنامج آخر، قمت بتسجيل فيديو وأردت يعني بكاميرا أو بأي شيء آخر، أردت عمل مونتاج بالدافينسي ريزولف ووجدت هذه المشكلة، تستطيع حلها بهذه الطريقة. الآن أحتاج إلى فورما فاكتوري، يعني برنامج فورما فاكتوري أو أي برنامج مجاني. مثلا أنا أستعمل الهاند براك، هذا الهاند براك أستعمله، برنامج مجاني، وبعد فتح البرنامج قم بتحميله، يعني 16 20 ميجا كأقصى حد، في 16 ميجا أعتقد هذا هو حجمه، يعني ليس بالبرنامج الكبير. أحتاج إلى الفيديو الذي أريد التعديل عليه، إذن هذا هو الفيديو، مقدمة إنتاجية. أحتاج هذه المقدمة البسيطة أن أسحبها مباشرة أو قم بإضافتها، يعني أنت حر تسحبها مباشرة إلى داخل البرنامج. الآن سحبتها إلى داخل البرنامج، أين هو المشكل؟ بطبيعة الحال هل أقوم بضغط هذه البرنامج؟ المهم تستطيع التعديل على إذن سأستعمل اليوتيوب. أحتاج إلى هذه ربما، لا يهم، أحتاج هذه، نعم. إذن اختر أي صيغة تريدها، موجودة العديد من الصيغ، اختر الصيغة المناسبة على حسب ما تريدها أنت، وبعدها تذهب إلى الأوديو. إذن المشكل في الأوديو وليس في الفيديو، سواء كان صيغة أمبيكات، وفي الغالب تجد الأمبي فور هي التي في هذه المشاكل. أين المشكلة بالتحديد؟ في صيغة التشفير الخاصة بالأوديو. سأشرح لكم الطريقة حتى لا تتعقد الأمور. إذا تختار هذه الصيغة من هنا، هذه هي صيغة التشفير الخاصة بالأوديو. دافينشي ريزولف لا يدعم هذه الصيغة بالتحديد. أين هي؟ AC أو AAC AV كود. إذا يعني جميع الصيغ الأمبي فور التي في هذا الامتداد بعض الأحيان يعني قد تواجه مشكلة. إذا ما هو الحل؟ نختار هذه الصيغة، أين هي؟ هذه AC3. نختار هذا النوع من التشفير. طبيعة الحل هنا تستطيع اختيار، سأختار هذه 160، اتركه هكذا ستيريو، وأضغط على، الآن تستطيع مباشرة الضغط على ستار ثم نضغط على ستار انكودينغ. إذا بدأ تحويل الفيديو. استعمل الهاند بلاك أو استعمل الفورما فاكتوري، أي برنامج تحويل مجاني يعطيك هذه الخيارات في الصوت. بعدها سنذهب لنتأكد من نعم، أين هو؟ ها هو الفيديو، مقدمة إنتاجية. إذن هذه لا أحتاج، هذه قديمة، مقدمة إنتاجية رقم واحد، نعم. إذن هذه هي التي قمت بتحويل، إذن هذه هي مقدمة إنتاجية. لاحظ لاحظ الصوت AC3، لاحظ لو نذهب استعمل VLC، لاحظ الصوت، هذا هو إخراج الصوت. الآن أجربها على الدافينسي، الآن أفتح برنامج الدافينسي وأقوم بإضافة MP4 التي قمت نعم أضعها هنا. إذن ها هي، غيرها ولا تغيرها لا يهم، غير الخيارات، سأقوم بإضافتها على التايم لاين. الآن سأجرب هل تنجح أم لا، هل تم حل المشكلة؟ لاحظتم، إذن يوجد الصوت، ها هو الصوت، إذن تم حل المشكلة بنجاح. بطبيعة الحال البرنامج أيضا فيه مشاكل في أثناء يعني أثناء إخراج الفيديو أو اكتمال العمل وتريد أن تقوم بإخراج الفيديو، بعض الأحيان قد تواجه صعوبة، ربما في فيديو آخر أقوم بشرح طريقة حل تلك المشاكل. هذا كل ما لدينا بالنسبة للدافينسي ريزولف في هذا الفيديو. إخوان دمتم في أمان الله، والسلام عليكم.